أهلا بكم في زوايا الحدث. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود وقف برنامج عملها في محافظة إب على خلفية مضايقات من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال مدير برنامج أطباء بلا حدود في اليمن هاي روبرت إن المنظمة مضطرة آسفة لاتخاذ قرار وقف برامجها الطبية في مستشفى الثورة بمحافظة إب. لم تكتف الميليشيا بتدمير القطاع الصحي في البلاد، بل اتجهت أيضا إلى التضييق على المنظمات الطبية والإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الصحي في البلاد. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما أثر مغادرة المنظمات الطبية والإغاثية على آلاف اليمنيين بعد تدمير القطاع الصحي، وما الذي تسعى الميليشيا إلى تحقيقه من وراء مضايقتها لعمل المنظمات الإنسانية والإغاثية في البلاد. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. لم تكتفي الميليشيا خلال العامين الماضيين بما خلفته من قتل ودمار وحصار، لكنها أيضا تسعى إلى إغلاق كل نافذة للحياة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. فبعد تدميرها للقطاع الصحي وتسخير ما بقي منه لصالح مقاتليها، اتجهت إلى التضييق على ما تبقى من منظمات عاملة في البلاد. ومن تلك المنظمات أطباء بلا حدود، التي أعلنت مؤخرا سحب أطقمها الطبية العاملة في محافظة إب بعد المضايقات التي تعرضت لها من قبل عناصر مسلحة تابعة للميليشيا قامت باقتحام مراكز عملها في المحافظة. الانسحاب من إب كان قد سبقه انسحاب آخر للمنظمة في عدد من المحافظات ولذات الأسباب، وهو ما يعد سعيا ممنهجا من قبل الميليشيا التي ترى في تردي الأوضاع الإنسانية وسيلة ضغط على المجتمع الدولي من أجل الرضوخ لتسوية سياسية على حساب معاناة السكان. في المقابل لا زالت الشرعية تعبر عن هذه الانتهاكات بذات الخطاب القديم التي لا تخرج عن وصف أفعال الميليشيا بالتصرفات اللامسؤولة، وهو وصف أقل بكثير من أفعال الإنقلابيين المأساوية بحق اليمنيين. هذه الممارسات تأتي بالتزامن مع تأكيدات المنظمات الدولية من أن الآلاف من اليمنيين يموتون نتيجة انعدام الخدمات الطبية في البلاد، وهو ذات الأمر الذي تسعى الميليشيا إلى ترسيخه من خلال قتل وتشريد اليمنيين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا الآن من لندن الدكتور تمام العوادات نائب مدير منظمة أطباء بلا حدود. مساء الخير دكتور تمام. مساء الخير. مرحبا بك دكتور. بالأمس أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن وقف عملها في محافظة إب اليمنية، ما هي الأسباب وراء إغلاق عملها في هذه المحافظة؟ شكرا على استضافتنا. بالحقيقة من أجل الدقة، لم نعلن الانسحاب محافظة إب بشكل كامل. الانسحاب سوف يكون انسحاب تدريجي على مدى الأشهر الثلاثة القادمة من مستشفى الثورة في مدينة إب، ولكن سيبقى لمنظمة أطباء بلا حدود وجود في مستشفى الشفاء في محافظة إب، والذي يستقبل العديد من جرحى الحرب القادمين من تعز بشكل أكبر. الموضوع في إب هو الموضوع الذي نعاني منه في اليمن بشكل كامل في العديد من المحافظات، وهو أن العمل الإنساني الطبي بحاجة إلى تحقيق عدد من الشروط الأساسية التي يتطلبها وجودنا، ومن هذه الشروط الاستقلال عن جميع الأطراف في حالة نزاع، والقدرة على العمل بشكل حيادي وغير متحيز، وعدم وجود مسلحين أو حملة سلاح في المستشفيات التي نعمل بها. هذه الشروط رغم المناقشة المطولة لم نستطع تحقيقها بشكل مرضي ومستمر في مستشفى الثورة في إب، وبعد نقاش مطول مع السلطات في المدينة أبلغناهم بقيامنا ببداية الانسحاب، والذي سوف نقوم به بشكل تدريجي وعلى مدى الأشهر الثلاثة القادمة. نعم دكتور تمام، هذه العناصر المسلحة التي ذكرتها إلى أي طرف تنتمي؟ للميليشيا أم لأطراف أخرى تقصد؟ لا، ليس لدي معلومات عن هويتهم بشكل محدد، لأكرر من أجل الدقة، لم يحدث هجوم على الأطقم أو
أو مستشفانا، ولكن وجود عناصر مسلحة أو حملة سلاح في المستشفى بحد ذاته هو سبب كافي لنا لنعود قادرين على العمل بشكل مستقل. نعم، يتدخلون بشكل مباشر في عملكم الذي تقدموه كجانب إنساني. سواء تدخلوا أو لم يتدخلوا، وجود عناصر مسلحة في المستشفى بحد ذاته هو قد يتسبب، وهذا الموضوع موجود في اليمن وفي أي منطقة نزاع نعمل بها، وجود عناصر حاملة للسلاح داخل المقرات الطبية قد يمنع بعض المرضى أو الأشخاص الذين بحاجة إلى العلاج من القدوم، وقد يتسبب في تخويف أو تصعيب الوصول إلى الخدمات الطبية، وقد يسبب عدم قدرتنا على العمل بشكل حر وحيادي. نعم. فهذا من الشروط الأساسية بعملنا، أن لا يوجد حملة سلاح في المستشفيات. نعم دكتور تمام، ولكن هذا القرار ربما يتضرر منه المواطنون البسطاء الذين تقدمون لهم الخدمات الرعاية الطبية في هذه الأماكن التي تخضع لسيطرة ميليشيا الانقلاب. إذا ما استمر الوضع على هذا الحال، ما الذي ستتركوه من فراغ كبير في هذه المحافظة وأيضا الأماكن التي تريدون مغادرتها؟ هذا بالضبط بالنسبة لمدينة إدلب ومستشفى الثورة، هذا هو بالضبط السبب الذي يدفعنا لترك المستشفى بشكل تدريجي وعلى مدى 3 أشهر بدل الرحيل مباشرة، وهو لمحاولة تأمين استمرارية في العمل في المستشفى بعد انقطاع عمل الأطباء بلا حدود. مستشفى إب منذ كانون الثاني 2016، منذ السنة بداية السنة الماضية استقبلنا أكثر من 40,000 مريض في المستشفى، وللأسف تصعيب العمل في عدة مناطق باليمن، ولأجل الدقة انسحابات سابقة حدثت لأسباب متعددة، منها مثلا في صعدة القصف الذي تعرض له مستشفانا واضطر للانسحاب لفترة من صعدة، وعدم القدرة على إدخال المواد الطبية بشكل كامل، وعدم الحرية في الحركة وإلى آخره. نعم. في أسباب متعددة وصعبة. نعم. للأسف اليوم اليمن كما نعرف تماما وكما التقارير تخبرنا ومشاهدة زملائنا على الأرض، يوجد العديد من الصعوبات. إصابات الحرب قسم منها، وقسم منها هي صعوبة الوصول للمساعدات الطبية أو للعلاج، والذي يسبب الأذى للفئات الأكثر ضعفا بالذات. نعم. النساء والأطفال، والوضع الغذائي. نعم. الذي يتسبب بوجود سوء تغذية واسع الانتشار. نعم. من الضروري في هذه المرحلة العمل بشكل كامل على تأمين الخدمات الصحية في اليمن. يجب أن لا نقبل أكثر من الآن في ظل الظروف أن يسمح النزاع باستثناء المرضى والأشخاص الذين بحاجة للعلاج والمساعدة. نعم. الطبية. نعم دكتور تمام، تكرم بالبقاء معي. نشرك معنا في الحديث وكيل وزارة الصحة ينضم إلينا الآن من عدن الدكتور علي الوليدي. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا بالأخوان في قناة بلقيس لهذه اللفتة الكريمة. مرحبا. حقيقة نحن في وزارة الصحة العامة والسكان من العاصمة المؤقتة عدن وصل إلى مسامعنا خبر الأخوان في الأطباء بلا حدود على الرحيل من محافظة إب، خبر مزعج جدا. طبعا الميليشيات لم تترك لها لا صاحب ولا قريب في نهاية العام الماضي في نوفمبر 2016 أقدمت الميليشيات الانقلابية على منع طائرات الأمم المتحدة التي تحمل المطاعيم، طائرتين منعتها من الهبوط في مطار صنعاء وأجبرتها على العودة إلى جيبوتي. في نفس الفترة نحن طلبنا من الأمم المتحدة، من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية أن يدينوا هذا العمل الذي قامت به الميليشيات، وطلبنا منهم العودة إلى عدن، حيث أن العاصمة عدن مفتوحة لهم، يفتحوا مراكز التحصين في يومها، لكن للأسف الأمم المتحدة لم تقوم بشيء من ذلك، واليوم يتكرر المشهد في محافظة إدلب.
نعم دكتور عادل، أفهم من كلامك أن الآن منظمة أطباء بلا حدود لا يوجد لها أي مكتب في عدن أو المحافظات المحررة، هكذا تقصد؟ لا لا، موجود لها مكتب في العاصمة عدن، ويباشروا عملهم من العاصمة عدن. نعم. يقوموا بدور كبير جدا في العاصمة عدن. نعم. طيب بقية المحافظات مثلا التي فيها الصراعات، هل وأنتم مثلا في على وجه التحديد مثلا تعز القريبة من عدن، هل يوجد مكتب لأطباء بلا حدود وتشرفون على توفير الأجواء لتسهيل عملهم وتقديم خدماتهم للمواطنين؟ نحن في الأسبوع الماضي التقينا بالأخوان في منظمة أطباء بلا حدود في العاصمة عدن، في التقاهم بمعالي وزير الصحة العامة والسكان. نعم. وناقشنا معهم هذا الدور الذي يقوموا به، وطلبنا منهم أن يباشروا بعملهم في كل من المحافظات المحررة، وأيضا في المحافظة التي تقع صوبة الانقلاب، حيث أننا نحن في قيادة وزارة الصحة العامة والسكان مسؤولون عن جميع المحافظات. نعم. نعم. طيب دكتور علي، هل هناك محافظات أو مناطق تريدون لمنظمة أطباء بلا حدود أن تصل إلى هذه الأماكن وأنتم ستوفرون لها الأجواء والظروف المناسبة لتسهيل مهامهم فيها؟ نحن طلبنا منهم أن يعني يقوموا بدورهم في جميع المحافظات المحررة وغير المحررة، لأن نحن في وزارة الصحة العامة والسكان مسؤولين عن الشعب اليمني في 23 محافظة. نعم. طيب دكتور تكرم بالبقاء معي، أعود إلى لندن مع نائب مدير منظمة أطباء بلا حدود الدكتور تمام العوادات. دكتور تمام، إذن ربما وكيل وزارة الصحة يعني كان له اجتماع مع فريق من أطباء بلا حدود وطالب بأن يكون لكم تواجد في معظم المحافظات التي تخضع لسيطرة الشرعية وهم سيوفرون الأجواء اللازمة لذلك، هل باستطاعتكم فعلا أن توفروا يعني خدمات طبية في الأماكن التي تخضع لسيطرة الشرعية في معظم محافظات اليمن؟ نحن عملنا في اليمن من فترة طويلة ومن قبل الحرب، وحاليا وخلال السنتين الماضيتين كان لدينا مستشفيات عاملة في 9 محافظات يمنية. لدينا مستشفيات في إب وفي تعز، وفي تعز بالذات إحدى أكبر مشاريعنا يوجد لدينا 4 مستشفيات، في صعدة، حجة، عمران، وفي عدن، وفي الضالع، وفي صنعاء. فكما ذكرت وكما تكرم السيد وكيل الوزارة، العمل الإنساني الذي نقوم به هو من هدفنا الأساسي هو تغطية كل الاحتياجات أينما كانت. في النهاية العمل الإنساني وعلاج المرضى هو غير متعلق بالسياسة وغير متعلق بالحالة. نعم. ما نهدف إليه هو مساعدة اليمنيين أينما كانوا، ولذلك كما وصفت تماما وكما وصف السيد وكيل الوزارة، موجودون في عدن وموجودون في تعز كما موجودون في 7 محافظات أخرى. وسوف نستمر بالعمل في اليمن كما نستطيع وضمن الإمكانيات لمساعدة جميع اليمنيين. نعم. طيب دكتور تمام، بصريح العبارة، إذا كانت الميليشيا في محافظة إب هي من تسببت بإعلانكم يعني رفع عمل منظمة أطباء بلا حدود في مستشفى الثورة العام، لماذا لا تدينوها بصريح العبارة وترفعون هذا لمجلس الأمن والأمم المتحدة لاتخاذ تدابير من أجل إيقاف الممارسات التي تضايق عملكم كجانب إنساني؟ بكل وضوح نحن نعلن عن ما يحدث معنا، وقد عملنا على إيصال الرسالة عن أي إعاقة تحدث للعمل الطبي الإنساني في اليمن خلال السنتين الماضيتين. كما تعلمون مجرد حديثنا الآن هو بشكل واضح إعلان عن ما يحدث، وكما في السابق تحدثنا عن منع المساعدات، عن الحصار وعن القصف وعن القصف الجوي والبري عندما تسبب ذلك في منع أو إعاقة العمل الطبي الإنساني. ما نتحدث عنه الآن هو بالضبط إيصال هذه المعلومات بشكل دقيق ومتوازن كما نستطيع لكم وللرأي العام، حتى نضغط على الجميع ليوقفوا. نعم. أي إعاقة للعمل الطبي. نعم. ما الأساس في عملنا هو القدرة على التفاوض مع جميع الأطراف لوصول المساعدات، وأي شيء يعيق وصول المساعدات سواء
بإعاقتها بشكل مباشر أو بمنع قدرتنا على التعامل مع جميع الأطراف هو مضر بالنهاية بإيصال الخدمات الطبية للمحتاجين. نعم دكتور تمام، سؤال أخير أودعك فيه، ما الذي تطلبه منظمة أطباء بلا حدود من أجل إعادة استمرارية عملها في محافظة إب والعدول عن قرار مغادرة مستشفى الثورة في محافظة إب لأنه يقدم خدمات كبيرة للمواطنين البسطاء في هذه المحافظة؟ ما العودة إلى محافظة إلى مستشفى الثورة في محافظة إب هو متروك لزملائنا على الأرض في المحافظة لتقييمه، ولكن ما نطالب به وما طلبنا به بشكل واضح وبشكل مستمر في اليمن هو حماية كاملة لجميع العاملين الطبيين سواء الأجانب أو اليمنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بدون إعاقة. بالنهاية المساعدات الطبية ليست طرف في النزاع وليست طرف في السياسة في اليمن. ما نرغب به وما يرغب به زملاؤنا اليمنيين الذين يقدمون المساعدات الطبية هو الحماية والقدرة على الوصول إلى المرضى والسماح بوصول المرضى إليهم بدون إعاقة. ما سيحدث إذا تحقق ذلك هو وصول أكبر لنا ولمنظمات أخرى إلى جميع الأماكن في اليمن التي بحاجة إلى خدماتنا. نعم، نائب مدير منظمة أطباء بلا حدود الدكتور تمام العوادات، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا، كنت معنا من لندن. وأعود إلى عدن مع وكيل وزارة الصحة دكتور علي الوليدي. دكتور علي، إذن ربما بدأ واضحا من خلال أطباء بلا حدود بأن الميليشيا تسعى إلى عرقلة أي عمل إغاثي وإنساني يقدم للمواطنين. أنتم كحكومة شرعية الآن، ما الدور الذي ممكن أن تقومون به لخدمة المواطنين في هذه المحافظات؟ أحب أن أعلق على كلمة قالها الدكتور تمام. نعم. أنه نطلب من جميع الأطراف السماح للمنظمة الحدود بالقيام بعملها وبدورها. نحن كصوب شرعية مسهلين كل الإجراءات لهم، حتى اننا كسلطه شرعيه نعاني من كثير من الضغوط في المحافظات التي تخضع لها لسلطات الانقلابيين. نريد نوصل مساعدات طبيه ومستلزمات طبيه وغيرها، فنضطر ان نوصلها عن طريق شركاء مثل منظمه الصحه العالميه واليونيسف وكثير من المنظمات الدوليه. هم المعرقلين في كل شيء، في كثير من المحافظات مثلا منعوا الادويه لو توصل للجوف، منعوا المعرض، فنحن بطريقه او اخرى نحاول نوصلها لهم من العاصمه عدن، مع انه مخصص الادويه والمستلزمات الطبيه لتلك المحافظات من صنعاء التي هي تحت سلطه الانقلابيه، لكن نحن بطريقه او اخرى اوصلنا لمارب، اوصلنا لصنعاء من العاصمه عدن، وصلنا 40,000 حبه للعلاج للناس الذي يعملوا زراعه كلى، نوصل للحديدة لجميع المحافظات رغم الإشكاليات ورغم الصعوبات التي نواجهها، لكننا بشتى الوسائل نحاول نوصل للإقاثة والمستلزمات الطبية لهذه المناطق التي هي تحت سلطة الإنقلابيين. قبل أمس كانت العاصمة عدن، وقعنا اتفاقية مع مؤسسة ائتلاف الخير في مشروع مكافحة سوء التغذية في محافظة صعدة، في محافظة حجة، في محافظة الحديدة، في محافظة البيضاء، في تعز، في لحج، في شبوة، بمبلغ وقدره 2 مليون دولار. نحن حريصين كل الحرص لجميع المحافظات أن نوصل المساعدات والمستلزمات الطبية لتلك المناطق. أيضا في العاصمة عدن جهزنا مكشوفات المرتبات لمستشفى 70، مستشفى الكويت، مستشفى الجمهوري، جميع المحافظات. فنحن كسلطة شرعية مسؤولون مسؤولية تامة عن جميع أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات، في 23 محافظة. أنا أطلب من على منبر قناة بلقيس، أطلب موقف واضح من الأمم المتحدة عما يفعلها الإنقلابيين لمنع منظمات الأمم المتحدة. لم إلى حتى اللحظة لم نلاحظ أي موقف واضح من قبلهم. برأيك دكتور علي، برأيك لماذا عدم وجود يعني إدانة واضحة من قبل الأمم المتحدة لما تمارس الميليشيا من مضايقات على الطواقم الطبية التي تعمل في الجانب الإنساني والإغاثي في اليمن؟ نحن طلبنا من جميع المنظمات الدولية التي تعاني وحصلت مضايقات كبيرة جدا من قبل الانقلابيين أن يحددوا موقف واضح عن يدينوا هذا، وأن يطلعوا للإعلام ويتكلموا ويعملوا رسالة. لكن للأسف الشديد الكل يعني اليوم في أطباء بلا حدود، قبلها كان في منظمات أخرى عندما منعوا المطاعيم قال أحدهم في لقاء في الأمم المتحدة في صنعاء، قال نحن لا يهمنا ما من مطاعيم، يهمنا فقط جرحانا. بكل قالها وهو على قيادة وزارة الصحة.
فللأسف الشديد إلى الآن المنظمات الدولية أو منظمات الأمم المتحدة لم تصدر أي يعني احتجاج أو رسالة قبل ما يفعله الانقلابيين الذي عبثوا بكل شيء. نعم. طيب دكتور علي، تكرم البقاء معي، نشرك معنا في الحديث من تعز مدير مكتب الصحة الدكتور عبد الرحيم السامعي. مساء الخير دكتور عبد الرحيم. مساء النور أخي لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم الدكتور علي الوليدي. مرحبا بك دكتور عبد الرحيم. كيف تقيم أنت في تعز تواجد المنظمات الطبية العاملة في الجانب الإغاثي والإنساني والطبي؟ يعني في الحقيقة مدينة تعز والمحافظة بشكل عام تكاد تكون المحافظة التي لم تحظى باهتمام وحضور كبير من قبل المنظمات. هذا تقييمنا على الأقل نحن في الداخل في المنطقة المحاصرة في المدينة. نعم. وهذا أيضا اعترفت به العديد من المنظمات، وكان أول منظمة أصدرت بيان بأنها غير قادرة على إدخال المواد الطبية والإغاثية إلى داخل المدينة هي منظمة الطب بلا حدود العام الماضي، وكذلك الصليب الأحمر الدولي. بالرغم من الزيارة الأخيرة للسيد ألكسندر رئيس البعثة، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت قبل أيام إلى المدينة، حيث أفاد بأنه استغرق 9 أشهر من أجل أن يحصل على إذن للدخول إلى مدينة تعز. بالتالي فإن تقييمنا أن 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 مدينة تعز المحاصرة والمحافظة بشكل عام حظيت بحضور أقل مما ينبغي نظرا لما تواجهه المدينة والمحافظة من حصار وقصف مستمر ومنع لدخول الإغاثة والمواد الطبية. وبالتالي فإن الحضور أنا أقيمه من وجهة نظري الشخصية ومن وجهة نظر أيضا أبناء محافظة تعز ومدينة تعز المحاصرة، نقيمه بالتقييم الهزيل نظرا لانتفاء الأسباب. والمفروض أن المنظمات هذه هي منظمات دولية تستطيع أن تجد طرقها الخاصة للحضور إلى المناطق التي تحتاج إلى عمل إغاثي، والضغط على الميليشيات الانقلابية بإيجاد طرق آمنة ومداخل لإدخال المواد الغذائية والدوائية. نعم، هل هناك عوائق تواجه يعني المنظمات الطبية التي تريد الدخول إلى تعز والعمل في تعز؟ بالتأكيد هذه العوائق موجودة، لكن من الذي يقيم هذه العوائق؟ من الذي يفتعل هذه العوائق؟ بالطبع هي الميليشيات الانقلابية التي تحاصر المدينة، وأبسط مثال وأقربها إن لم نقم بتعديد هذه الأمثلة هو منع دخول وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد ستيفن أوبراين الشهر الماضي، عندما صرح هو بنفسه بعد عودته من على تخوم مدينة تعز، قال بأننا منعنا من آخر نقطة تفتيش قبل دخولنا إلى المدينة، بمعنى أنه منع من آخر نقطة تفتيش للميليشيات الانقلابية. وبالتالي فإن المعوقات نعم موجودة، لكن من الناحية الأخرى أقصد من ناحية المقاومة والجيش الوطني أو أبناء مدينة تعز المحاصرة لا توجد أي عوائق. على العكس من ذلك، نحن في كل مناسبة وفي هذه المناسبة أيضا نستغلها بدعوة كافة المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الدولية غير الحكومية أو المحلية بالمجيء إلى مدينة تعز، تنسح لهم كل أبواب التسهيل. نعم. وتنضع بين أيديهم كل الكادر الصحي المتواجد الذي لازال متواجد داخل المدينة للعمل، وندعوهم للحضور. فمن ناحية الجيش الوطني والمقاومة لا توجد أي عوائق. نعم. وإنما هي طيب. مفتعلة من قبل الميليشيات. طيب دكتور عبد الرحيم، نقطة مهمة الآن، بعد أن فتح المنفذ الغربي وفك الحصار جزئيا عن محافظة تعز، ما المانع أن تأتي هذه المنظمات من هذا المنفذ ويوفر لها الحماية الكاملة من قبلكم في المحافظة من أجل أن تمارس مهامها وعملها هناك؟ هو الحقيقة السؤال يجب أن يوجه لهذه المنظمات، لكن لكي نكون منصفين، نحن التقينا، والدكتور علي الوليدي يعرف بأننا
التقينا مع يعني مجموعة من المنظمات من ضمنها منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية التي وافقت على نقل أنشطتها من صنعاء إلى العاصمة عدن. أيضا الآن الصليب الأحمر الدولي يعتزم نقل الأنشطة وإدخال المواد الإغاثة عن طريق عدن بدلا من الحديدة التي تستولي عليها الميليشيا. حقيقة وجدنا أنه أيضا هناك بعض العوائق الإدارية في الانتقال والعوائق أيضا من قبل الميليشيا أيضا الميليشيات أيضا في الانتقال إلى عدن، لكن يبقى العذر أيضا غير مبرر طالما والمنفذ موجود لإدخال المواد الغذائية والأدوية إلى داخل المدينة. نحن نقول أن هذه المبررات كلها يجب أن تزول أمام هذا المنفذ الغربي، لأنه أصبح من غير المنطق أن نظل نتذرع في المداخل إلى ما لا نهاية. هذه المنظمات يجب أن تأخذ ميناء عدن ولدخول المواد الغذائية وتستخدم العاصمة عدن والطريق المؤدي عن طريق التربة إلى مدينة تعز لإدخال كل ما تريد إدخاله، ليس فقط لمدينة تعز ومحافظة تعز، وإنما فمحافظ تعز الأستاذ علي المعمري أبدأ استعداده بأن تمر كافة المساعدات والإغاثية والدوائية من مدينة تعز إلى بقية المحافظات حتى تلك المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيات. نعم. وأقصد المحافظات المجاورة التي إب والحديدة. شكرا لك. نعم الدكتور عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في محافظة تعز، شكرا جزيلا لك. وعودة أخيرة إلى وكيل وزارة الصحة في عدن الدكتور علي الوليدي. دكتور علي، هل يمكن اعتبار بأن الحكومة الشرعية عاجزة عن إقناع هذه المنظمات بالتواجد في الأماكن التي تخضع لسيطرة الشرعية وتقديم خدماتها للمواطنين؟ بالعكس، كثير من المنظمات أو جميع المنظمات لها مكاتب في العاصمة عدن مثل اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، منظمة الضباب بلا حدود، الإنقاذ الدولي، جميع هذه المنظمات متواجدة في العاصمة عدن ولها نشاط في كثير من المحافظات المحررة وغير نعم من الأخوان في منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فتح مكاتب في عدد من المحافظات، مثلا في حضرموت هم فتحوا مكتب في حضرموت، في تعز، في الحديدة فتحوا مكتب، بالإضافة إلى فتح مكتب آخر في معرب. نعم أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، كنت معنا من محافظة عدن. والشكر أيضا لنائب مدير منظمة أطباء بلا حدود الدكتور تمام العوادات، كان معنا من لندن. والشكر أيضا لمدير مكتب الصحة في محافظة تعز عبد الرحيم السامعي. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد ومن كافة الطاقم الفني. ألقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.